في الفقرة الحوارية الرئيسية النهاردة معانا فيها اتنين من أبناء النادي الأهلي ورجاله كالعادة المخلصين اللي بيحبوا النادي بجد وبيدافعوا عنه في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان كمان بكل قوة واستماتة. الأول معانا طبعا الكابتن القيمة الكبيرة كابتن فتحي نصير. برحب بحضرتك كابتن فتحي نصير المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري، وأيضا الكابتن عادل تعيمة نجم النادي الأهلي السابق واحد من العلامات التدريبية الشامخة في كرة القدم المصرية. أهلا بك كابتن عادل، شرفنا في البيت الكبير. كابتن بنرحب بيك، كابتن فتحي طبعا بنرحب بيك في البيت الكبير ومشرفنا، وكابتن عادل تعيمة طبعا من الناس المميزة زي ما قلت سام على المستوى التدريبي، وكان لك باع كبير جدا جدا كمان في صناعة أجيال ولاعبين كتيرة جدا من النادي الأهلي من خلال تدريبك حضرتك لقطاع الناشئين، وكمان أحد رموز النادي الأهلي. طبعا بنرحب بيكم في بيتكم في البيت الكبير، وان شاء الله تكون يعني سهره مميزه ان شاء الله باذن الله. لو عملنا كده تقييم شامل واحنا خلاص بنقفل كتاب الدوري للموسم الحالي، تقييم شامل للموسم ده بعد ما استؤنف النشاط مره تانية كابتن فتحي، تحب تقول ايه؟ احب اقول ان الدوري خلاص اصبح تاريخ، ان بمعنى الدرع اصبح في مكانه محجوزة له في النادي الأهلي في الدولاب الكبير اللي مفروض إن شاء الله يكبر ويبقى متحف كبير وننساه ونشوف ما هو قادم. بطولة إفريقيا ثم كأس مصر إن شاء الله. ثم كأس عالم أندية إن شاء الله بإذن الله لو وفقنا فيها. ده اللي احنا مفروض بنفكر فيه دلوقتي، وده عنوان لكن له حاجات كتيرة على أساس إنها تتنفس. يعني عايزة برامج وعايزة خطط وعايزة تنظيم وعايزة رعاية إدارية فنية، كل الحاجات دي منظومة كاملة عشان نحقق أهداف اللي هي موجودة سواء كأس إفريقيا بطولة إفريقيا أو كأس مصر أو إن احنا إن شاء الله نوصل بأمر الله لكأس العالم بعد بطولة إفريقيا ان شاء الله. كابتن عادل رؤيتك برضو حضرتك مدرب كبير، رؤيتك سريعا للرؤية الفنية للنادي الأهلي خلال مشوار الدوري، والمعادلة ازاي اللي يتعامل بها المدير الفني بايلر خلال الفترة الدوري المتبقية الست مباريات القادمة، وازاي يحضر فرقة في نفس الوقت ويجهز فرقة للمباراة صعبة وفي نفس الوقت يدفع ببعض الناشئين من لاعبة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نبقى عارفين أنه مجلس الإدارة يمكن أخذ قرار مش موجود لا في أفريقيا ولا في العالم العربي إلا نادرا، يعني أنه جاب جهاز فني بالكامل، ما كانش بتحصل قبل كده، كان بيجيبوا جهاز مدير فني ويبقى المساعدين مصريين. التجربة ديت أعتقد أنها ناجحة جدا، لأن المدير الفني لما بيجي بالطقم بتاعه مدرب حراس مرمى الأحمال بتاع الحاجه دي ما حدش عملها قبل كده في مصر ولا في افريقيا الا نادرا، حاجات بسيطه جدا، وفي العالم العربي يمكن هتلاقي نادي او ناديين بس. فدي تجربه ثبت نجاح كبير جدا، وده مش تقليل من المدربين المصريين لا خالص، ولكن انا بجيب مدير فني بيساعده دلوقتي كابتن سامي قمصان بس كجزء مدرب مساعد، لكن المين ستاف الموجودين هم كل المساعدين. فدي تجربه ناجحه جدا، لان انا المدير الفني وانا بحاسبه بديله الصلاحيات الكامله عشان اعرف احاسب. الجزئيه الثانيه ودي مهم جدا، احنا بنتابع كل البرامج الحواريه بنلاقي انه يعني يقول لك نلعب بالناشئين في الفتره اللي جايه او يريح اللعيبه، وده طبعا قمه الاستهتار لبطوله افريقيا، لان انت كلاعب في الفتره اللي جايه اذا ما كانش يبقى عندك القدره الفنيه والتحمل والجانب الاحمال والجانب النفسي انك انت تبقى واخد الجرعات بتاعتك بطريقه مقننه زي ما هو بيعمل من بدايه الدوري، عامل عمليه التدوير. وزي انا متابعكم قبل كده ان الراجل، وانا قلت قبل كده برضه في قناه الاهلي ان في 20 لاعب الراجل بيدور فيهم من اول ما جه، ده حقيقي مفيش حد اساسي، كل مفيش حد 13 لعيب 20. الفتره اللي جايه اذا كان فيه اربع مباريات او خمس مباريات ايا كان العدد برضه نفس التدوير، الدفع بالناشئين ايه معناه دلوقتي؟ معناه ان انا مش وقته، يعني ده مش وقت ناشئين، ده وقت ان انا
بحضر للماتش الوداد، وبرضه ماتش الوداد مهم جدا سواء هنا او هناك باللعيبه الاساسيه. باللعيبه الاساسيه مع التدوير، يعني علي معلول ممكن يريح، بس مش يريح لان هيحصل نوع كويس. يعني بدل ما يلعب 3 ايام في يعني كل 3 ايام مباراه، ممكن جدا يبقى يقسم الجزء دوت على 2 التدوير. التدوير بحيث ان ما يحصلش نوع من انواع الهبوط، لان الماتش الرسمي ايا كان حتى لو انا حسمت الدوري لابد ان يبقى فيه نوع من التحمل القوي علشان ما يحصلش. احنا شفنا النادي المنافس في لعيبه فيها استرخاء كامل الماتشين الثلاثة اللي فاتوا، في استرخاء نتيجة ان انا بلعب مش يعني الدوري راح فانا خلاص. لا، النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي جمهوره عايز اداء وعايز نتيجة، والاخر لحظة عايز اداء ونتيجة، مفيش حتة حتى لو تعادل ماتش الناس بتبقى حزنانة في الشارع. لازم الجمهور النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني يعرفوا ان الجمهور وحشوا كاس العالم الاندية. طبعا كاس العالم الانديه من غير النادي الاهلي ولا قيمه له. مين بيتابعه؟ محدش بيتفرج عليه. انا 7 سنين مين بيتفرج عليه؟ بيتفرج عليه لان جمهور النادي الاهلي بالملايين اللي موجوده في العالم العربي وفي اوروبا وفي كل حته محدش بيتابع. انما لما النادي الاهلي بيبقى موجود في كاس العالم الانديه بيبقى فيه المتابعه دي بتبقى على مستوى بشكل عالي كبير جدا. وقوي. مظبوط مظبوط. الحاجه الثانيه برضو الجمهور النادي الاهلي متشوق وحشه اللعيبه وهي بتاخد كاس افريقيا، كاس افريقيا، وثم وصلنا لكاس العالم للانديه، ودي حاجه مهمه جدا. واعتقد ان فايلر نجح لحد النهارده بنسبه 90% كدوري، كتدوير، كعلاقه بالاعلام، كعلاقه، كهدوء، ما فيش مشاكل مع لعيبه، الجهاز الفني بتاعه تحس ان هو في تناغم وانسجام. مزبوط. كامل. مزبوط. كل اللي مطلوب منه في الفتره اللي جايه ما ينسقش وراء اعلام او وراء حد بيضغط عليه العب بناشئين ريح الناس، الكلام ده مش علمي. طيب الكابتن فتحي نصير، حضرتك بتتفق ولا بتختلف مع وجهه النظر دي ان احنا لا لازم الاعتماد على اللعيبه بشكل اساسي في الفتره اللي جايه واحنا عندنا مباراه مهمه، ولا لا الفتره ديت خلاص انت اخذت نفس كبير ويعني ممكن تجرب الناشئين يتم الدفع بيهم تجربهم المميز فيهم تبدا تطلعه بعد كده بشكل تدريجي في المباريات الكبيره؟ احنا اتفقنا ان في هدف اللي هي بطوله افريقيا نلعب مع الوداد. الوداد دلوقتي لسه عنده مباريات فما عندوش وقت يحضر نفسه لافريقيا غير بيعتمد على المباريات. بيحضر المباريات بتحضروا بس كابتن هاني هو ما يقدرش يحضر نفسي لافريقيا، ما يقدرش يحضر خططي لافريقيا لان عنده حاجات تانية. عشان اودع او بلعب مباراه بعمل لها طريقه لعب، بعمل لها خطه بناء على الفرقه اللي هلعبها. مظبوط. فهو مش هيلاقي الاهلي هناك، فهتلاقيه بيلعب والدنيا سرقاه كل تفكيره وكل تركيزه في المباريات اللي عنده، فبيعد بدني وبيعد مهاري، بيعد خططي، بيعد نفسي للمسابقه اللي هو لسه فيها. اما النادي الاهلي مسابقه خرصة. فاذا عندنا وقت ان انا افكر كمدرب ان انا اعدي لعيبتي دلوقتي من دلوقتي الاعداد النفسي المظبوط طويل. طويل بعد شهر ماشي ممكن اعد، هو مش هعدي نفسي ليله المباراه. صحيح. واعداد نفسي طويل المدى ان هو بحضر اللعيبه من دلوقتي، اللي هو مش حول الشحن، بقول اعداد نفسي، تحضير اللي هو يعني في عمليه اعداد نفسي متدرجه. لان احنا عندنا لكن النقطه اللي بتكلم فيها كابتن فتحي والكابتن عادل اللي اتكلم فيها، كابتن عادل بيتكلم ان لا وقت دلوقتي لولد ناشئ والجزء ما انا جاي يعني حضرتك في الجزء ده. وكمان في نقطه ان في ناس كمان عايزه تتجهز، يعني لعيبه راجعه من الاصابه مثلا كهربا، حسين الشحات، واخدين فترات راحه كتير بسبب الاصابه، فممكن وارد جدا ان التجهيز البدني من خلال ماتشات يعني. يبقى الجزء النفسي ده مهم اكيد. طيب نخش بقى على الجزء، انت مش هتعب نفسي بس، انا بلعب
بدني لازم اكون بدني، واللي ما عندوش بدني مش هقدر ادي مهاره. صحيح. فاذا لازم اعد بدني ومهاري للاعبين اللي هم بعاد عن الملعب واساسيين عندي. طبعا اللعيبه المتميزه عندي يعني زي ما كهربا حسين الشحات، اللعيبه اللي هم لسه ما يعني مش هقول ما نضجوش، اللي هم انا عايز ازود عندي وقت ان انا اصلح فيهم اخطاء. انت دلوقتي لعبت الدوري بين المباراه والمباراه 72 ساعه او 48 ساعه، في ماتشات 48 ساعه. مزبوط. المدرب ما عندوش وقت يقدر يعالج عيوب اللعيبه في الوقت ده او يصلح من اخطائهم او يحفظهم حاجه غير نظري، يقدر يكلمهم كده لكن ما يقدرش يحفظهم حاجه عملي. فانا عايز دلوقتي الوقت ده ان انا هحفظ اللعيبه عملي، هشتغل معاهم عملي، خططي هشتغل معاهم، بدني هشتغل معاهم. هتقول لي الله ده المفروض انا في اجهاد وكده، لا، ما هو فرق بين الاجهاد وفرق ان انا التعامل البدني ان انا بعمل له الاسترخاء وريكفري واستشفاء بحيث اخليه في قمه النضج الكروي او يبقى في التوب فورم بتاعته امتى؟ في شهر 10 اللي هو في اكتوبر اللي هو قبل البطوله. قبل الماتش ده كل تفكيري. طب ازاي بقى انا اعملها؟ في لعيبه مثلا عايز ازود لها شويه، هلعب لهم ماتشين او اديله 7 ايام، يعني يبقى يلعب ماتش وفوت ماتش ويلعب تاني عشان يحس بالبطوله. كل الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ يبقى انا بعد بدني، انا بعد نفسي اهم حاجه، ثم المهاري الحاجات اللي انا بعملها عشان اجهزه للنواحي الخططيه اللي انا هعملها. هو اكيد في دماغه دلوقتي خطه اللعب اللي هيلعب بيها، هينتقي منهم، مش هيقدر يقول ايه انا عايز العب بطريقه كذا الا بناء على اللعيبه اللي عنده. صحيح. هل هتقدر تنفذ له الكلام ده ولا لا؟ فهو هيشوف اللعيبه اللي عنده وايه الطريقه اللي تتناسب مع امكانيات اللعيبه دي. طب مع الطريقه دي يا كابتن فتحي، واخد الكابتن عادل الطريقه، كابتن فتحي بيتكلم على الطريقه، حضرتك شفت تغير شويه في طريقه لعب النادي الاهلي قبل الكورونا؟ كنا بنلعب 4-2-3-1، في الفترات الاخيره بدا يشتغل على 4-4-2. وجهه نظرك الفنيه كابتن انهي الانسب؟ ويمكن كابتن سامي ومصان كان موجود قال طبيعي ان كل فرقه لازم تحفظ طريقتين، ممكن احتاج الطريقه دي، لكن شكل النادي الاهلي في 4-2-3-1 افضل ولا 4-4-2؟ بس في نقطه انا يمكن نسيتها ان انا اكملها، وهي انه فايلر محتاج ماتشين الوداد وان شاء الله الماتش النهائي، محتاج اللعيبه اللي عندها الخبره الدوليه ويركز عليها جدا. انا بكتبها عشان هقولها دخل خبره. لا دي في خبرات الافريقيه، خبرات الافريقيه في غايه الاهميه. انا عايز اخش ماتش الوداد وانا معايا من 18 ل 20 لاعب معظمهم خبرات، والشباب الناضج، دايما اقول شباب ناضج اللي هو 27 سنه 26 سنه زي السليه وزي الباقي يعني، وطبعا في الصغيرين زي هاني والمجموعه الثانيه. فدي هتبقى مهمه جدا ان انا بركز على ال 20 دول واللي هو بيدورهم من بدايه الموسم، الولاد اللي هم مش جاهزين زي حسين الشحات، زي كهربا، زي محمود وحيد، لانك انت ممكن جدا لا قدر الله اي اصابه تحصل يبقى دايما البديل جاهز. انا بفضل ان يبقى علي معلول مع محمود وحيد يبقى في ماتش وماتش بحيث ان انا في خلال الفتره اللي جايه عندي 6 ماتشات، ده بياخد 3 ماتشات وده 3 ماتشات، ويبقى في عندهم ال وقت الراجل يعني. الراجل بيركز قوي على نتيجه المباراه علشان ما يحصلش استرخاء زي ما كان جوزيه بيعمل. صح. يبقى الفريق كسبان وعامل نتائج مشرفه جدا ويروح داخل ويخلق مشكله عشان يحاول ان هو يستفزهم علشان يبتدوا يرجعوا تاني. اي عملت ما يبقاش بس في خمول في النتائج، لان حصل خمول الماتش بالنسبه لك، الماتش كده كده مش فارق معايا النتيجه، فيبدا في خمول في الاداء دوت. فعمليه الدفع كمان والدفع انك لازم تكسب المباراه رغم عدم اهميتها على مستوى النتيجه، لكن على مستوى المعنوي وعلى مستوى التحفيز يعني مهم جدا انك تكسب. كابتن ده في حاجه مهمه جدا، احنا بنلعب كره قدم ليه؟ كره القدم بنلعبها علشان المتعه. انت بتمتع جمهورك، انت بتمتع جمهورك ولا هو انت يعني ما تلعبش كويس وبعدين تجيب جول اي حاجه في اخر؟ لا، انت بتمتع. الكوره اتعملت عشان الناس تستمتع، بتاخد اسرتك وتروح المدرج علشان تساعدهم. الناس تساعدهم. بياخد ولاده ومراته وزوجه وبتاعه عشان يساعد. فانت لازم اللعيب وهو نازل الملعب يعرف ان في ملايين بتتفرج عليه وعايزين يستمتعوا، واللي قاعد على القهوه اللي قاعد في البيت
عايز يستمتع بالاداء الممتع من لعيبه النادي الاهلي، فدي تبقى الى جانب النتيجه طبعا والى جانب البطوله اللي انا بحبزها يعني. بالنسبه لسؤالك، اعتقد ان فالر من يوم ما جه ربنا اراد ان هو بعد يومين بياخد سوبر سوبر، وبعدين سوبر غالي قوي، وبعدين طلع افريقيا عمل اداء ما فيش اروع من كده، حتى التبديلات بتاعته فيها توفيق لما ينزل صلاح محسن وينزل وليد سليمان والاثنين ينزلوا كل واحد يجيب جول، وبعدين ابتدى عمليه. وانا قلت حتى في قناه الاهلي ساعتها قلت ان الراجل لسه ما بيعرفش اسماء اللعيبه، لما انا قلت الراجل ده المباريات دي مسؤوليه لعيبه، وانت عارف كده هاني مظبوط، 20 لعيب 20% المدرب و80% للمدير الفني للعيبه يعني 80% للعيبه و20% للمدرب، والماتش اللي بعديه السوبر كان نفس القصه. اختلف فايلر بعد الكورونا، بدا بماتش الزمالك وكان يعني انا كنت حاسس انه التشكيل ما كانش مناسب على الرغم، ويمكن ده يمكن صوت مخالف تماما اللي كان بيتقال في الاستوديوهات التحليليه. النادي الاهلي كان الماتش ده ممكن يكسبه 3-4 صحيح، كره في العارضه، فرص اللي ضاعت لو اترجمت ابو جبل طالع كابتن فتحي. لا لا صح، انت اكيد شفت الماتش وشفت جت لهم اربع فرص جابوا منهم ثلاثه بس طوال 90 دقيقه صحيح. اربع فرص الاربع فرص جابوا منهم ثلاث اجوال، ودي ده التوفيق يا كابتن هاني. والتوفيق عامل مهم طبعا كره القدم. في التدريب كان فريق الزمالك الرجليه شيء كانه في اكياس رمل يعني احنا متفوقين طول المباراه، حتى في ماتش السوبر احنا متفوقين طول الماتش، كسبوا ضربات جزاء يعني ما كانش فيها توفيق، ويمكن احيانا في مدير فني يقول لك انا مش هدرب ضربات جزاء علشان اللعيبه تبقى تنزل 90 دقيقه تجيب النتيجه، ما تنتظرش ضربات جزاء في دي مدرسه يعني وكده. ففايلر الحقيقه ابتدى يسترجع قواه، لكن ما فيش شك مدرسة النادي الأهلي أنا ممكن أنهي باثنين راس حرب، أنا مع المدرسة اللي بتقول 4-2-3-1 دي الاستحواذ، الخطورة من الأطراف، التسديد، المندفع من الخلف، الاختراقات، كل الطريقة الجميلة اللي النادي الأهلي بيجيب بيها أجوال، دي طريقة اللي احنا جمهور النادي الأهلي بيستمتع بيها من طريقة النقل من مكان من جناح لنجاح، الاستحواذ، كل الامور ديت النادي الاهلي بيستمتع بيها، مش كرات طويله احنا مش متعودين عليها، لاسارتي كان بيعتمد على الكره ديت واحنا لا نحبذها يعني. كابتن فتحي ما ردتش على السؤال برضو اللي هو وجهه النظر دي تختلف ولا تتفق معها، اللي بتقول لا احنا النهارده عندنا بدائل وفي يعني عمليه روتيشن ممكن فايلر يعتمد عليها، ولا نعتمد على اللعيبه الاساسيه في المباريات اللي جايه؟ هو دلوقتي لابد ان هو ينتقي ال 18 20 لاعب اللي هيخوض بيهم المباراه، ولابد ان يكون التشكيله في دماغه. امبارح كابتن سامي قمصان قال لا التشكيله بنسبه يعني 90 95% في دماغ الراجل، يعني اذا 90 95% قبل ما يلعب الناشئين اذا مش هياخد من الناشئين كده. صح كده مش هياخد من الناشئين. لا الفكره يا كابتن مش افرض النهارده لا في المباراه الجايه لو تم الاعتماد عليهم وفي حد تفوق او تميز ممكن ان انت هي الفكره يا كابتن، وانت طبعا مدرب كبير وكابتن عادل انت عارف مدرب كبير، الدفع بالناشئين بيبقى ليه توقيت خاص، حسابات مش اي وقت تقدر تدفع بلاعب ناشئ. لا التوقيت دلوقتي لا انا وجهه نظري انه الدفع بالناشئين دلوقتي في حدود الامكانيات وارد، انك ممكن لعيب كويس في نص الملعب يلعب مثلا نص ساعه الاخيره ياخد ثقه شويه، ان جزء من اللعيبه كمان المميزه من الولاد الصغيرين، وكابتن عادل انت عارف النقطه دي كويس، انه بس الاسم انه بيخش وسط فرقه الفريق الاول وبالتالي بيخش جوه المنظومه، حتى لو موجود على دكه الاحتياطي بينزل 10 دقائق ده مكسب، مع عدم الخلل وده مهم جدا، مع عدم الخلل في البلان الحقيقي اللي هو الاستعداد للمباراه قبل النهائي. كابتن فتحي شوف يا كابتن، هل هو دلوقتي الناشئين اللي هو بيقول عليهم دول هيعدهم لبطوله افريقيا وكاس العالم، ولا بيعدهم لانهم يستمروا في بطولات النادي الاهلي والدوري الجديد للسيزون اللي جاي؟ يبقى هو مش هيحضرهم لافريقيا، لان من الصعب جدا اجي لاعب مهما كان اللاعب ده موهوب طبعا احطه ضد الوداد، لان هيفقد عنصر الخبره.
وما عندوش لا الخبره الافريقيه ولا الخبره الدوليه ولا الخبره بتاعت الفريق الاول. صحيح. يعني ثلاث خبرات مش موجوده، لكن هو ممكن يستغل الماتشات دي في ان اللعيبه دي يحضرها للدوري القادم. مظبوط. لكن مش هيحضرها للبطوله. هو دلوقتي بيفكر في حاجتين، يعني هو بيفكر للموسم القادم ولا في بطوله افريقيا. هو بيفكر في افريقيا اكيد اللي اقرب. هو افريقيا هو هي هدفنا كلنا، وهدف نادي الاهلي، وهدف مجلس اداره، وهدف جمهور الاهلي، وهدف كل من ينتمي للنادي الاهلي، البطوله الافريقيه. هو ده شغلنا الشاغل. فاذا هو هيركز على الاساسيين دولت اللي هم كده. هيجي بقى حضرتك تقول ايه؟ طب ازاي الناشئين الصغيرين دول يلعبوا؟ هيريحهم على اساس الروتيشن اللي هو لاعب زي ما نقول علي معلول ما يلعبش الماتشين ورا بعض كل ثلاث ايام. مظبوط. هيلعب ناشئ عشان يريح علي معلول، وفي نفس الوقت ما يخلش بشكل البطوله اللي احنا خدناها بطوله الدوري. يبقى هو بيفكر بفكرين، يعني بيفكر في حاجتين، حاجه اللي هي محليه باللعيبه الناشئين، مع تفكير ان انا مش عايز اجهد لعيبتي. انا مثلا بلاعب مين راس حربه، مين وسط الملعب، مين كده، هعمل عمرو السوليه مثلا في وسط الملعب ممكن يريحه، يدي العربي بدري، يعني لعيبه صغيره ممكن تاخد ساعه من الماتش. كل ده جميل عشان لا استهلك لعيبتي الكبار في اعدادهم المهاري البدني الخططي النفسي، ان انا ده انا اتميز بيه عن فرقه الوداد. لان فرقه الوداد لم تنتهي من بطولاتها. حضرتك شايف ان هي غير جاهزه لان هي لسه عندها مباريات، لسه عندها مباريات. ايوه. ولم تستعد نفسيا ولا مهاريا ولا بدنيا ولا خططيا. هم يستعدوا من خلال الدوري ولا كورونيا برضه بيستعدوا من خلال الدوري. لكن ما تقدرش تقول لي انه بيستعد خططيا، لانه ما عندوش الفرقه اللي هي اتفقنا ان ما فيش فرقه مثلا زي النادي الاهلي. هو هيلاعب فرقه، مين اللي كبيرك انت مدرب؟ انت لما بتيجي تحط خطه بتحطها بناء على ايه؟ على امكانيات لعبتك وعلى الفرقه اللي قدامك. مظبوط. طب الفرقه اللي قدامك مش موجوده، ما تعرفهاش، فهتلاقي نفسك انت مش يعني هو عايز يحط النادي الاهلي. يعني انت حضرتك تقصد ان النادي الاهلي عنده ميزه انه ممكن يجرب خطط لعب معينه او كذا طريقه لعب على اساس تبقى بروفا لمباراه الوداد، ممكن يجرب الكلام ده في خلال الدوري لانه حسم الدوري. الوداد ما عندوش الميزه دي، ما عندوش الميزه دي ولا هيقدر يفكر فيها. فيقدر ان هو يقدر يحل المشكله دي ويقدر يعد بالاعداد ده، وما عندوش صربعه الاعداد. يعني ايه؟ يلا بسرعه وشدوا حيلكم وهنعمل، ما فيش الكلام ده هناك، هيعملها لانه هيخلص وعلى طول يلعب الماتش ويدخل على طول خط. لكن انت لا، انت عندك وقت طويل. اخذت نفسك، اخذت نفس. فانت هتقدري تحضري. اما بالنسبه لطرق اللعب زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، في سواء هيلعب ب 4 4 2 او 4 2 3 1، طرق اللعب موجوده في العالم كله. بالمناسبه في اخر كاس عالم اللي هي في 2018 اللي كانت في روسيا، اتعملت احصائيه على 32 فريق على طرق اللعب اللي في العالم. 4 2 3 1 14 فريق من ال 32 كانوا بيلعبوها، 14 فريق من العالم. 4 4 2 4 4 2 لعب 6 فرق، 4 3 3 لعب 5 فرق، وبعدين تناولت الفرق الثانيه بايه؟ اللي هي 4 2 2 2، وبعدين 4 1 4 1 بقى ثلاث فرق. بيلعب بمفهومنا اللي هو 5 3 2 اللي هي بتبقى أيوة. يعني بمفهوم القديم بس من غير ليبرو، مختلفه شويه زي ما اليوفنتوس السنه اللي فاتت كان بيلعبها بالظبط. فدي كلام بنؤيد فكره الكابتن عادل اللي انت قلتها يا كابتن هاني، ان 4 2 3 1 هي الشائعه في يمكن في العالم بيطبقوها، واحنا الطريقه المثلى طبقناها ولعبنا بيها واللعيبه حافظاها، ونقدر ان احنا ايه اللي هيختلف فيه؟ دي طريقه. لكن الخطه هتختلف. ايه الخطه؟ ان واجبات اللعيبه داخل الطريقه، يعني 4 2 3 1 في واجبات كل لاعب. انت ممكن تلعب النادي الاهلي بيلعب 4 2 3 1 ونادي الوداد بيلعب 4 2 3 1، بس دي خطه ودي خطه، خطه ثانيه كشكل، شكل الاداء بيختلف، الشكل اللي هو يعني قبل المباراه اللي على الورق. اما اللي انت هتقدر تعمله واجبات كل لاعب في الملعب. صحيح. وقت ايه؟ مين اللي هيحدده؟ وجود الكوره والخصم. كابتن عادل، ليك باع طويل في مجال الناشئين، عايزه حضرتك تكلمني عن اللي لفت نظرك في الناشئين بالاسماء. مين اللي لفت نظر حضرتك في اي مراكز كمان دلوقتي؟
انا بقالي 3 سنين مش متابع، بس اكيد يعني اكيد لا هو طبعا هو طبعا اللي كان موجود عندنا في الفتره اللي انا كنت ماسك فيها القطاع كان في ناصر ماهر وكان في احمد حمدي وكان في كريم ندفد وكان مصطفى شوبير، ويعني لعيبه مميزه كلهم وكان الحقيقه بنعمل لهم ماتشات دايما اعداد بنعملها دايما مع فرق في الدوري الممتاز بحيث ان الولاد يحتكوا زي ما كنا بنعمل زمان يا كابتن هاني، بحيث ان الولد وهو او اللاعب وهو بيلعب مع في اللي في سنه يتفوق عليه بسهوله، لان هو دايما في ماتشاته بيلعب مع فريق اقوى منه في ماتشاته وديه. ايوه ايوه يعني مثلا فريق 19 سنه في النادي الاهلي يلاعب الاتحاد السكندري الفريق الاول، فده احنا بنربي ولادنا على الكلام ده في الماتشات الوديه وفي فتره الاعداد بيلعبوا الليفل اعلى شويه عشان يبقى مش يشوف مش اللي في سنه بياخدوا بقى ثقه بياخدوا ثقه بياخدوا قوه بياخدوا كل التحمل بياخدوا تنفيذ واجبات. في نقطه مهمه جدا بنغفلها كابتن هاني وحضرتك، انه لعيبه النادي الاهلي دي لعيبه ناضجه بتسوى ملايين طبعا، فحته ان انا عايز اجرب طريقه لعب، لا انا لما اقول لحسين الشحات انت هتلعب لي زي ما احنا كده بنشوف في تلفزيونات في العالم كله، بتلاقي في اضواء كده الملعب وتلاقي في اضاءه خضراء واضاءه حمراء واضاءه برتقاني، الحاجات الاضاءات دي اللي بتبقى موجوده على خريطه الملعب دي تحركات اللاعب، دي الخريطه الحراريه اللي اللعيب هيتواجد في الواجب الدفاعي والهجومي في في الاماكن دي. فانا لما اجيب كهربا حسين الشحات مروان اي حد هقول له انا عايزك تشتغل لي في المساحه دي، هتنزل تدافع بالطريقه دي في الحته دي ومالكش دعوه بالحته الثانيه، الحته الثانيه كهربا اللي هيعملها في الواجب الهجومي. توزيع الادوار يا كابتن والمهام بشكل واضح حسين مغطي الملعب ابقى مغطي الملعب كله. فاللعيبه النادي الاهلي مش بالسذاجه ان انا المدرب انا هقول له النبي عايزك تعمل لي الحاجه الفلانيه وادربه عليها، لا ده هو يعني وده طبعا زي ما قال الكابتن فتحي عندنا من اللعيبه الخبرات والنضج، عشان كده بركز قوي على اللعيبه زي الشناوي علي معلول رامي وليد سليمان كهربا حسين الشحات مروان، اللعيبه دي تقل في الملعب تقل في الملعب، يعني لا يهمهم بقى هتاف جماهير ولا ظلم حكم ولا جمهور بيهيص عليهم. كابتن عادل حضرتك كنت اصلا راس حربه يعني مميز، وبرضه واحنا بنعمل عمليه التقييم دي والدوري خلاص يعني في مراحله الاخيره، لو نقيم بقى مستوى المهاجمين في الاهلي بشكل خاص وفي الدوري هذا الموسم بشكل عام، قيم لي كده المهاجمين من وجهه نظر حضرتك. احسن مهاجم في مصر مروان محسن، بيمتاز بكل حاجه بيسدد برجله الاثنين قوي سريع بيأدي الواجب الدفاعي والهجومي بيمتاز بضربات الراس سواء على العرض القريبه او في الكرات العاليه بيحضر بيبقى محطه بيتحرك لزمايله عشان يفتح لهم مساحات، كل الميزات موجوده فيه. اللي انا بتمناه وكابتن هاني عارف الكلام ده كويس وده بنادي بيه يعني، واحيانا يعني بتدخل في شغل غيري للاسف يعني، ان انا عايز اليوم المفتوح. انت قلبك على شغل اليوم المفتوح. انت قلبك انا عايز اليوم المفتوح. اليوم المفتوح بمعنى ايه حضرتك؟ ان انا سردباكين عندنا حصل مثلا ايه ديفو بسيط كده فانا اجيب السردباكين الصبح ازاي يقفوا وازاي يتحركوا، طبعا انت التخصصي يا كابتن التخصصي ده يتعمل الصبح ما يتعملش مع الفرقه كلها، التدريبات التخصصيه اجيب مروان اجيب مروان 100 كوره حاططهم من 50 من يمين و50 من الشمال ما تستناش الكره اللي تجي لك، انا هعمل له عرضه القريبه وبعدين التفاهم والانسجام ما بين هاني او فتحي وبين مروان وانا باصص للكابتن هاني وهو بيعمل الاوفر انا عارف ان انت عايزها فين، عايزها القريبه ولا البعيده ولا في نص الجول ولا عايزها الارتفاع ده ولا عايزها الارتفاع الاكتر، التفاهم ده بالتكرار هيجيده، لازم كل يوم يتمرن على الاقل، وده دي الرساله اللي انا ببعتها لمروان انك انت على الاقل كل يوم ساعه شغل على الجول ما تستناش الكوره تروح لها. في احيانا كور المدرب طبعا بيبقى معاه سرتباك ازاي يهرب منه
يجري ويروح واقف بحيث انك انت التدريب التخصصي ده مهم كابتن، وفي غايه الاهميه كمان على نقطه مهمه ان انت كلاعب حتى تحس، وانا عارف مروان من يعني من ولادي اللي انا عارف بيتمرن كتير جدا، لكن الجزء التخصصي ده مهم جدا، وعمليه التفاهم ما بينه وبين الاطراف خاصه ده كمان. كان زمان بيقول لك يعني فلافيو مثلا مستني كوره بتاعت جيلبرتو سيد معوض، وعارفين الكره بتروح فين، سيد معوض اول ما يعمل الكره كده، اسلام الشاطر يعمل الكره كده، عماد متعب عارف الكره رايحه فين. فده محتاج اولا تدريب، لكن كمان محتاج ثبات تشكيل، لان ثبات التشكيل هو ده اللي بيدي كمان التفاهم ما بين كل الخطوط مع بعض يعني. فكابتن فتحي حضرتك، كابتن عادل شايف ان النادي الاهلي ما عندناش مشكله في راس الحربه، ان مروان من رؤوس الحربه المميزين وانا بايده في الكلام ده. شايف ممكن نقول على فين اللي حضرتك شايف ان عندنا، مش هقول مشكله لكن في ديفو لازم يتصلح قبل البطوله الافريقيه في خطوط النادي الاهلي، ايه قلقان من ايه؟ يعني ايه الخط اللي انت قلقان منه، او الجزء الديفو اللي حضرتك شايفه ممكن لازم يتصلح قبل مباراه الوداد؟ اول حاجه ثبات العمود الفقري. لو العمود الفقري بيتغير بشوفه بيتغير كتير، فلو هو عمود الفقري اللي هو حارس المرمى فعندنا الشناوي اوكي، السرد باكين اللي قدامه الاصابه صحيح. او الايقاف او كده بيغيرنا فيهم كتير، بنضطر نغير يعني. هو مش بالمزاج مظبوط، اذا بيبقى فيه هنا. ثم الاثنين اللي قدامه الاثنين ديفندر علي ديانجو او سلية مثلا او حمدي، ثم اللي قدامه بلاي ميكر قفشه، ساعات قفشه وساعات ما لقاش قفشه، ساعات وليد بيخش فيها يعني، وساعات هم الاثنين مش موجودين صحيح. فيبقى حاسس زائد راس الحرب. لو ده ثبت زي ما بتقول يعني، انك ثبات التشكيل ان اثبت الاول العمود الفقري، بعد ما ثبت السته دول الخمسه اللي بره في حارس مرمى لا انا موجود، السته دول باقي السته من ال 11 خمسه اللي هم الاثنين باكين والاثنين اللي في وسط الملعب اللي هو موجود كده اثنين، بتكلم على باكين وطرفين وبلاي ميكر دولت. الخط ده لو اتثبت فده اللي انا عايزه في النادي الاهلي يثبت. هات لي مباراتين ثلاثه ورا بعض. ما هو للاسف الاصابات خاصه في السرد باكات كتير، محمود متولي، وبعدين سعد مش موجود، ورامي ربيعه وبعدين ياسر ابراهيم، كل دي اصابات، اصابات للسرد باكات او ايقافات. تبص لاعب مثلا ايمن اشرف اللي باقي عنده ايقاف، ليه عنده انذارات. فانت لو انت ثبتت هذا العمود هتلاقي فرقتك 100%. افتكر كده زمان لما كان عندنا حارس مرمى ثابت وقدامه اللي مش ثابت البطل يعني، انا الفريق ثابت طبعا، الاثنين السباكين اللي قدامه مثلا تلاقي ان سواء الجمعه، بعدين قدامه هتلاقي شوقي، هتلاقي قدامه بوتريكا، هتلاقي قدامه عماد متعب. ده ما بتغيرش لا في اصابات ولا في حاجه ولا كده. فدي اللي بتخلي الناس قلقانه. فانا عايز اطمن الناس، اللعيبه زمان غير اللعيبه دلوقتي، والمدرب عايز يثبت، بس هو مضطر ان هو يحط لعيب بدل ما هنلعب ناقص. بس هي في كره القدم لو انت ثبتت العمود الفقري اللي هو الاساسي، وهات انتوا يعني كراجل احترفت بره وشفت وكده، هات لي الفرقه اللي لعبت كاس العالم، هتلاقي اي فرقه خدت بطوله كاس العالم، اي فرقه هتلاقي من حارس المرمى السته دولت اللي احنا قلنا عليهم ما بيتغيروش طوال السبع ماتشات لغايه النهائي بتاعهم. هناك عشان توصلي نهائي كاس عالم تلعب سبع مباريات، سواء المانيا لما خدت كاس العالم هتلاقي السبعه دولت السته دولت ما تغيروش، البرازيل لما تاخد مش هيتغيروا، اسبانيا ما بيتغيروش، كل التغييرات في اللي بره، العمود الفقري ثابت، لا يمكن الفرقه هتهتز. بالظبط زي البيت، البيت فيه اعمده، هنا في الاستوديو فيه اعمده، لكن الديكورات دي ممكن تتغير، غير زي ما انت عايز. فانا بعتبر اللعيبه اللي بره دي اللي هي فيها ديكورات، اما العمود الفقري مش ممكن تغير فيه، ما ينفعش حد يهرب منه. بس حضرتك بتقول انه فايلر مضطر يعمل كده كابتن، مضطر، ما هيعمل ايه؟ انا عايز اطمن الجمهور، بقول لهم يا حضرات ما تقلقوش، لان الراجل ده مضطر ان هو يغير التغيير اللي هو موجود ده لان عنده اصابه او عنده ايقاف او عنده الحاجات دي كلها، فبتهدوا له العمود الفقري. الجمهور عنده قلق يا كابتن عادل. وانا بنطمن الجمهور. احنا بقى عايزين نطمن الجمهور في الحته دي. انت حضرتك تحب تقول ايه يعني؟ هو فايلر الحقيقه يعني اللي احنا بنقوله الراجل
اللي كابتن فتحي بيقوله واللي انا بقوله هو بيعمله. يعني كل الماتشات ديانج وعمر السولية معظمها بيلعبها وسعد يعني فتحي كان متعور فتح. صح يعني الراجل ما عملش غير كده. علي معلول وفتحي وهاني وبيشتغل مع هاني، هاني مع فتحي نوع من الروتيشن الروتيشن. علي معلول مفتاح لعب رائع جدا، كان في رمضان كانوا عاملين جبهه قويه جدا، بعدين بقى فيه لما رمضان بقى فيه اجاي مظبوط بقى عاملين جبهه قويه جدا مروان، وبعدين لما دخل بادجي ابتدى يديله ماتشات. بادجي برضو بالمناسبه لاعب واعد لكن محتاج تدريبات شديده جدا في المرونه والرشاقه، هو عنده قوه وعنده سرعه الفوت ورك بتاعه عايز شويه مرونه شويه بس هو عايز ضبط ورب ضبط زوايا فهو الحته دي محتاجه برضو شغل تخصص زي ما حضرتك قلت. بس هو مهاجم مميز برضو كابتن عادل، هيبقى مميز هيبقى يعني هو مش مميز لا لا في الصفات في الصفات اللي محتاج بس محتاج بس انت عارفه ايه ظبط زوايا برضو زي ما حضرتك قلت. يعني هو صغير يعني هو مش صغير. صغير. صغير يعني مجرد صغير. تدريبات تخصصيه في الحاجات اللي فيها مرونه ورشاقه هيبقى رائع، لانه بيتميز بحاجات لا تكتسب. السرعه عنصر السرعه ده ربنا بيخلقك بيه. يعني مش ممكن انمي جزء بسيط منه، انما السرعه ده ربنا مديها له. القوه الجسمانيه، الكرات العاليه، الكرات اللي على الارض، تسديد برجلين الاثنين، في ميزات كتيره جدا، بيبقى محطه كويسه جدا. وبعدين لعيب كوره يعني برضو ساعات بيعمل اسيست كويس بيعمل يعني بيعمل تمريرات جيده جدا. ناقصه عنصر بسيط قوي، مرونه ورشاقه، دي كل يوم اجيبه خش زجزاج وخش يعني ابهدله كل يوم لازم ابهدله مرونه ورشاقه. انت عارف دي هتفرق معاه وخاصه بالكوره. طبعا بالكوره يعني الحاجات اللي فيها ساعات الكوره بتطول شويه ساعات الكوره الكنترول بيقل شويه. يعني احنا اتكلمنا يعني كابتن فتحي بيقول لا احنا ما عندناش الحمد لله، بيطمن الجماهير ان احنا عندنا ما عندناش مشكله، حضرتك بتطمن الجماهير. بعد الفاصل ان شاء الله عايزين نتكلم مع حضراتكم، انتوا شايفين مين في النادي الاهلي هو يعتبر نجم الموسم بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه وبرحب بكباتن الكبيره اللي مشرفينا النهارده في البيت الكبير، كابتن فتحي نصير برحب بحضرتك مره ثانيه، كابتن عادل تعيمه برحب بحضرتك. قبل الفاصل وفي حلقات كتير كنا بنتكلم عن المشوار الصعب والمعاناه اللي يمكن يعني الاهلي عانى فيها في الموسم اللي فات ده كله علشان يتوج في النهايه ببطوله الدوري. في التقرير اللي حضراتكم هتشوفوه ده هيتكلم فيه عن كل الصعوبات اللي واجهت الاهلي الموسم ده بعد ما استؤنف بعد طبعا كورونا. اتفضل. عن جدارة واستحقاق توج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه بعد موسم شاق وطويل وصعب، لكن اللقب الغالي الذي اعتادت جماهير القلعة الحمراء على معانقته لم يأتي هذا الموسم بسهولة، بل كان وراءه حكاية طويلة ومشوار كفاح رائع ونجوم أخلصوا وانتموا للكيان وقاتلوا حتى يبقى نسر الأهلي محلقاً في سماء البطولات. قد يبدو للبعض في ظل الفارق الكبير في النقاط بين الأهلي البطل المتوج قبل 6 جولات من نهاية المسابقة وأقرب منافسيه أن الموسم كان سهلاً، وهو ما ينافي الواقع والحقيقة، فقد واجه الأهلي حرباً ضروساً على اللقب هذا الموسم ومشكلات كثيرة سواء خارج الملعب أو داخله. البداية من الموسم المضطرب والصعب في ظل فيروس كورونا والذي تأجلت مبارياته لأكثر من 4 أشهر مما ألقى بظلاله على كل الفرق وجاهزية اللاعبين، لكن الأهلي كان يقرأ السيناريو منذ البداية وتوقع عودة المنافسات من جديد وسعى إلى ذلك بكل قوة، ولذا كان في الموعد عند قرار الحكومة بعودة المسابقة ونجح في أن يظهر بصورة فنية وبدنية أفضل من كل منافسيه. وتتواصل المشكلات داخل الملعب حيث عانى الفريق بشكل غريب على مدار الموسم من إصابات كثيرة لعدد كبير من نجومه
مما جعله يفقد عناصر مهمة في العديد من المباريات، كما خسر الفريق جهود عدد آخر من اللاعبين بعدما رحلوا عن الفريق في ظل منافسات الموسم لأسباب مختلفة. أما خارج الملعب فحدث ولا حرج من حرب قوية على الفريق واللاعبين ومجلس إدارة النادي من أجل عرقلة المسيرة الرائعة للقلعة الحمراء وإيقاف قطار انتصاراته لصالح بعض المنافسين الذين فشلوا في السيطرة على تفوقه داخل الملعب، فبحثوا عن وسائل أخرى لتشتيت تركيزه وإبعاده عن منصات التتويج التي يشتاقون للوقوف عليها. لكن إدارة الأهلي ومسؤولي فريق الكرة ولاعبي الفريق المخلصين المحبين للمارد الأحمر ركزوا فقط في مشوارهم، رافضين أن يبعدهم أي شيء عن حصد اللقب مبكرة من أجل التفرغ للمنافسة على الصعيد القاري، دون أن يلتفتوا لكل محاولات الحاقدين والشامتين للإيقاع بهم. الأهلي في الموسم الجاري حصد لقبه 42 في بطولة الدوري الممتاز من أصل 61 نسخة للبطولة، وهو ما يتحدث وحده بلغة الأرقام والإحصائيات عن الفارق بين البطل الذي يتحدث العالم عن أمجاده وبين كل من يظهر كل عدة سنوات أو بمحض الصدفة على منصات التتويج. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، والكباتن طبعا كابتن فتحي وكابتن عادل رغم الصعوبات الكتيرة لكن شفنا النادي الأهلي بيحقق يعني إنجاز إن صح التعبير في ظروف صعبة جدا وأرقام قياسية على مستوى الدفاع، أنت أحسن دفاع، على مستوى الهجوم أحسن هجوم، بتتكلم على حضرتك كابتن عادل كنت بتتكلم على فارق النقاط الرهيب ما بينه وما بين أقرب منافسيه، رغم طبعا خلينا نقول ان كورونا كان جزء على الكل لكن كمان الاحداث والتحديات الكتيره اللي كانت حوالين الفريق حوالين مجلس الاداره وحوالين اللعيبه كان اكيد برضو كان لو اي فريق تاني كان هيكون عليها تاثير يعني. اكيد لان الملعب ده نتيجه للخارج، يعني مش الملعب نتيجه اداء اللعيبه جوه الملعب ده بينعكس عليه شغلهم اصلا خارج الملعب اللي نقول عليه في اوضه اللبس ايه اللي موجود وما هو خارج. لو اللاعب مش متحضر نفسيا بره صح، لما بينامش صح، لما بياكلش صح، لما كده مش هيأدي في الملعب. اذا اللاعب خارج الملعب مهم جدا يكون كل عناصر اللعبه سواء الاكل والشرب والنوم والراحه والحاجات دي المثلث اللي بنقول عليه، تنام كويس، تاكل كويس، وتتدرب كويس. يبقى التدريب ده جزء لكن الاكل والنوم مهم جدا بره. طيب لو في مشاكل بره هتنعكس على اللاعب داخل الملعب، اكيد لو في مشاكل بره الاداره مع الجمهور مع الفرقه هتلاقي الفرقه مش منتظمه، ما عندهاش الثبات الانفعالي في الاستقرار والتركيز طبيعي. لكن النادي في الحاله دي هو اللي بيركز، اللعيبه هي اللي بتركز، طالما هي مركزه خارج الملعب هتركز داخل الملعب وهتقدر تترجم كل اللي المدرب بيقدر يحفظه للعيبة ويشتغل معهم فيه. طبعا بالنسبة للعيبة والمدرب معانا مداخلة مع طبعا رئيس نادي طنطا المهندس فايز عريبي، بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي ونقول لك مساء الخير. مساء الخير كابتن هاني، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ بنرحب بيك طبعا وبنقول لك هارد لك النهاردة، مباراة أمام نادي زمالك وخسارة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. لا هم هدفين بس مش هدفين طبعا. انا دخلت قالوا يعني قالوا لي في كنترول انه ثلاثة لا هم بتغلقهم انت ثلاثة يعني انت شايفها اثنين بس يعني لا حضرتك رايك ايه في المباراة من على المستوى طبعا كابتن رضا عبد العال بيقدم دي المباراة الثانية بالنسبة له وعلى مستوى التحكيم في المباراة حضرتك شايفه ازاي؟ يعني تحياتي طبعا الكابتن فتحي والكابتن عادل وريهام والحضرتك الحقيقه يعني كابتن رضا متولي المسؤوليه من ايام يعني لعب مباراه مصر وطبعا دي كانت مباراه طبعا صعبه لان الفريقين في كانوا في مكان صعب جدا الاخير وقبل الاخير، فكانت مباراه مصر دي ما هياش مباراه سهله يعني وتعادل فيها بيعقبها ب 48 ساعه مباراه الزمالك. الزمالك خارج طبعا من مباراه خسرها امام اسوان ف
فكان طبعا عامل استعداد جامد لمباراه طنطا يعني. طبعا ادى الكابتن رضا الحقيقه المباراه بشكل طيب في حدود امكانيات الفريق يعني. صحيح. عمل مباراه جيده وكان ممكن جدا النتيجه تبقى 2-2 لو في يعني فرصه من الحكم انه يدينا حقنا يعني. لكن بنقول يعني قدر الله ما شاء فعل، احنا حطينا السنه دي في ظروف صعبه جدا. يعني خلاص الفرصه اعتقد انها راحت بالنسبه لنا للبقاء. بنعمل اللي علينا من دلوقتي ان احنا ان شاء الله خلال الموسم نعود تاني للدوري الممتاز. كابتن رضا مستمر ان شاء الله الموسم القادم. لكن التحكيم الحقيقه يعني عليه علامات استفهام كتير رغم وجود الفار ورغم كل الحاجات اللي بتتعمل، لكن طبعا كل شيء بيدخل فيه العنصر البشري ما بيبقاش في نسبه نجاح بنسبه 100%. النهارده الحقيقه الحكم يعني انا اول مره احس ان في حكم بيبقى سعيد جدا وهو بيحسب ضربه جزاء ومبسوط قوي، والثانيه والثالثه والرابعه وكوره يعني. ازاي يعني كان مبسوط يا فندم؟ يعني ايه كان مبسوط؟ والله انا حاسس ان هو يعني متسرع جدا في احتسابه لضربات الجزاء. بدليل ان الفار لغى له قراره يعني. كان تقريبا في كوره من بره ال 18 وتحاسب، هو كان حاسبها ضربه جزاء وكانت من خارج ضربه ال 18. يعني الحقيقه بتبقى يعني الامور واضحه للناس كلها. الفاول الاخير يعني لعيبه وقع في الارض وهو مدي ظهره للكوره، ولسه يعني اللعيبه معتقده ان هيبقى في حائط من دفاع طنطا علشان يتلعب الفاول لانه على ال 18 يعني. وفجاه هو نفسه بيتضاير، لقى الكره اتلعبت من غير ما يدي اذن باللعب وجول وبيحسبه جول عادي جدا يعني. اول مره اشوف في حياتي يعني الكوره فاول بيتلعب بالطريقه دي. فطبعا يعني التحكيم من وجهه نظري ضعيف جدا. فاهمه من كلام حضرتك انه تقنيه الفار ما اثرتش وما عملتش الفرق الكبير ده، وجوده من عدم وجوده. هي اظهرت ان 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 ان, إن الحكام يعني مستواهم الحقيقه مش على المستوى المطلوب للدوري الممتاز. بدليل انه اخطاء كتير جدا الفار بيتدخل فيها وبيثبت ان الحكم خطا يعني قراره كان خاطئ. وكان لم يكن. وبرضه الفار ممكن جدا ان لعبه في الدقيقه يبقى شايفها وما يحسبهاش. ويعني برضه الرغبات والهوى بيبقى موجود سواء عند حكم الملعب او عند حكم الفار. حضرتك طبعا تقصد يعني الانتماءات بيكون ليها دخل حتى في قرارات أكيد. اعتقد أكيد. يعني أكيد. يعني ده شيء يعني في يعني حكام بتقصد يعني. انا مش عايز برضو موضوع الحكام ده، انا دايما على يعني دايما بنقول سبورت الحكم المصري، اكيد في اخطاء. وعايز اقول لحضرتك ان المشكله اللي حضرتك شايفها ممكن تكون مشكله البروتوكول نفسه، قواعد الفار للاسف مش مفهومه بشكل جيد للاسف على مستوى الحكام، وهي دي الكارثه ان على مستوى الحكام حكم الساحه وحكم الفار البروتوكول مش مفهوم. فممكن جدا الحكم الفار يندهله او يقول له حصل خطا وهو مش اصلا مش المفروض يقول له يعني. كل دي اخطاء. لكن يعني طبعا الحكم يمكن يعني عشان الحكام لسه في مصر في الاول يا كابتن الحكام في مصر يعني عليهم علامات استفهام كتير للاسف. بس يعني مع الفار قلنا الموضوع هيتحسن، لكن لسه يعني الشكاوى مستمره للاسف يعني. ما انا بقول لحضرتك يعني ايه يعني طبعا النوايا على ما يعني، لكن اللي احنا بنشوفه وبنقوله يعني. انا مش بقول ان انا النهارده يعني كان لا اكسب نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وفي لعيبه دوليه ومع احترامي الكامل ليهم مش محتاجين مساعده من الحكم، بس المفروض ان كل واحد يقوم بدوره بما يرضي الله مش اكتر يعني. نشوف نادي الزمالك بيكسب بنقول له مبروك، ما عنديش اي مانع ان نادي الزمالك يكسبني، فرق امكانيات كبير في الفرقه.
لكن كل واحد ياخد حقه يعني هي كل القصة كل واحد ياخد حقه يعني مين اللي يكسب مين اللي يخسر ده مش مطلوب أكتر من كده صحيح. مش مطلوب أكتر من كده يعني يعني طبعا هارد لك باشمهندس ومهم جدا حضرتك الكلام اللي قلته ان كمان مين دلوقتي بتبدا تستعد ان شاء الله لو طنطا موجود في الممتاز به السنه اللي جايه فعندك عندك بلان وعندك خطه ان شاء الله مع الكابتن رضا عبد العالي يكون متولي المسؤوليه الفنيه ان السنه الجايه كمان او الصعود يعني مبكرا بعد العوده الممتاز به تكون موجود تاني في الممتاز الف او الممتاز الدوري الممتاز. بنقول لك هارد لك النهارده وبنشكرك على المداخله السريعه. شكرا ليك يا باشمهندس مهندس فايز عريبي رئيس نادي طنطا. واضح جدا الغضب اللي باين في صوت المهندس فايز عريبي يا كابتن فتحي. هو اولا متحمس جدا وبيحب فرقته جدا وبيحب بلده جدا وشخصيه محترمه وانا من هنا انا اصلا من طنطا فطبعا يعني لازم اؤيده لازم يكون في تحيز. ما تتخلاش عن هذه الفرقه ما تتخلاش عن طنطا ولان طنطا جزء رئيسي زمان من الدوري المصري يعني طنطا والمنصوره والفرق دي والمحله والاولمبي دي فرق كبيره من اللي هي لها اساس في الدوري المصري. فبقول له انت ما تتخلاش عن موقفك وما تتخلاش عن فرقتك وما تتخلاش عن ناديك واكيد هتلاقي ايدين واحنا كلنا بنشجع طنطا بعد طبعا الاهلي يعني مش كده. لكن هو في حاجه حته الحكم لعب الكره على طول وما انتظرش كابتن هاني. عاده الكور اللي هي في الثلث الاخير الهجومي للفرقه اي ضربه حره مباشره وغير مباشره اي ضربه ثابته لابد من إشارة الحكم يعني ما تقدرش تقول احط الكرة والعب على طول في النص تعملها صح. او في نص ملعب الخصم تعملها يعني لو اي حاجه يعني لو الخصم في نص ملعبه مدافع فبيلعب بيقول لك فري مش شرط اشارتك ليه لصوره اللعب. اما الحته اللي هي الهجوميه في الثلث الاخير اللي يجي منها هدف زي كده ده لا لازم اشارة الحكم لازم اشارة زي ضربه الجزاء لازم الحكم يصفر ما يقدرش يلعبها كده. فالضربات الثابته اللي خارج المنطقه لازم الحكم يدي اشاره بس هو هنا ما اداش اشاره فله حق ان هم يعني يبقوا متاثرين ان الحكم بيبص لقى الكره بتتلعب داخل الجول. طب مين اللي اداله اذن صحيح. وهو فين وهو في الثلث الاخير يعني الثلث الهجومي الاخير دي حته قانونيه برضو يعني لكن بس كلامه فكرني يمكن حتى بابراهيم نور الدين حكم مباراه الاهلي والاتحاد السكندري كابتن عادل وابتسمت قوي كده يعني النهارده وانت كمان وبتفتكر هو بيتكلم افتكرت كابتن ابراهيم نور الدين وهو بيحسب ضربه الجزاء بس هو الحقيقه كان غاضب جدا وكان يعني برضه متحمس جدا يعني متحمس وفرحان قوي وفرحان قوي كابتن هو بيصفر ضد النادي الاهلي اهو قدامنا اهو المشهد عشان يعني نفتكره مع بعض برضه. فكابتن عادل النهارده انت عندك مشكله في التحكيم مشكله كبيره جدا كنا فاكرين ان بعد دخول الفار المشاكل دي ممكن تقل مش تنتهي بس تقل لا احنا شايفين ان المشاكل النهارده والشكاوى كثيره جدا من تقنيه الفار من الحكم. هي المشكلة مش في الحكم المشكلة في إدارة الحكام. لازم يبقى هناك إدارة محترفة ولا مانع أن أنا أستعين بخبير زي ما السعودية عاملة بستعين بخبير تحكيمي على مستوى عالي دولي يجي يقعد سنة يبقى في معاه لجنة بتاخد منه كل بس رد فعله ده هو بيحسب ضربة الجزاء؟ لا ابراهيم نور الدين انا لن انسى له البنالتي بتاع الانتاج الحربي لما ازاره الراجل خده مصارعه خده الله رجع في الكلام باكس مرسور دي كده راح واخده وشايل وراح حاطه في الارض دي انا التحكيم يا كابتن انا مش هنساها دي في مصر يعني حضرتك ولا جمهور الاهلي هينساها يعني انا طبعا في اخطاء كتيره جدا للحكام على مستوى على جميع المستويات. حضرتك شايف ان الفار يعني الفار الناس كلها كان معتقده لما الفار يخش هيكون أداة تساعد الحكم إن الأخطاء تقل بشكل كبير لكن من الواضح إن حكامنا للأسف حتى يعني ممكن البار يساعد حكم كويس لكن البار مش هيساعد حكم أصلا ما عندوش القدرات يعني هو طبعا هي كتجربة أنا بأشيد بيها أنها دخلت بلدنا أكيد لكن برضو في نفس الوقت بقول إن لازم يبقى هناك اهتمام بالحكم
لجنة الحكام تبقى لجنة مش حكم اللي بيديرها، ممكن يبقى واحد إداري زي أي حتة في العالم فيها نجاح. الجامعة الأمريكية اللي بيديرها مش دكتور، راجل معاه دكتوراه في الإدارة، هو مش شغلته أو مدير مستشفى، مش لازم يبقى طبيب. إزاي يوزع الدكاترة، إزاي يوزع الأدوية، يعني راجل إدارجي، ودي موجودة في العالم كله. أنا يبقى عندي الجزئية دي مهمة جدا، وفي نفس الوقت الراجل اللي هيجي دوت مش هيبقى عنده انتماءات لا لفلان ولا للنادي الفلاني ولا لأي حكم، لأن هم بيبقى عندهم يعني نوع من أنواع التجاذبات. يعني تلاقي كابتن فلان مع مجموعة الشلالية دي موجودة كمان بشكل موجودة للأسف. طبعا وللأسف يعني بنلاقي أحيانا أوزان تقيلة قوي، يعني لايمان ونلاقي الوزن عالي جدا. تتكلم على اللياقه البدنيه واللياقه الحكم نفسه، اللياقه البدنيه، المظهر العام، المظهر العام لما يكون الحكم كده حاجه كده. ده بعد الكورونا حضرتك يعني حسيت بالفرق ده ولا قبل الكورونا؟ لا حضرتك قبل الكورونا، لان الوزن ده يعني اثر على الناس كلها. والله حضرتك بنعاني بقالنا خمس سنين في الوزن، فعشان بس ما نظلموش يعني. لا مش كورونا، الكورونا بريئه، ملهاش دعوه يعني القعده. لا 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 الكورونا، طيب. الكورونا بريئه من الاوزان دي، ماشي. احنا بنعاني منها، مش بريئه قوي يعني برضو، عشان لا ما ينفعش ان احنا نظلمهم قوي برضو. لا بس مع مرحله موضوع الاوزان ده يعني فرق مع الناس كلها بعد كورونا. طب اصل صورتنا حضرتك صورتنا بتبقى مش بس كويس. طبعا بشكل عام طبعا لازم يكون في يعني اوزان لائقه حتى من قبل اللعيبه، حتى يعني ده في الطبيعي، ده لازم يحصل، ملوش علاقه بالكورونا يعني. ملوش علاقه بالكورونا، ملوش علاقة. بس هو كمان انا لان الدوري بتاعنا العالم كله بيتفرج عليه، فلما يلاقي الحكم بتاعنا المصري اللي هو ادخل التحكيم في معظم البلاد العربيه وكان بيعمل دورات، وتلاقي حكام عندنا كبار من الحكام الكبار بيديروا لجان التحكيم في الأندية دي في البلاد دي، ويلاقوا حكم مصري بيحكم في الدوري المصري ووزنه تقيل كده، دي مش كويسه في صالحنا كمنظومه. طبعا مش يعني الحكم اذا كان كويس طب نديله عندنا قوي. مشكله حقيقيه في التحكيم الكابتن فتحي، وحضرتك شايف حلها ايه؟ يعني احنا دايما بنقول عندنا مشكله، ودايما بنسال ضيوفنا اللي عندهم خبرات كبيره حل المشكله دي ايه في التحكيم. لا هو التحكيم عندنا مشكله الاول في التحكيم، احد عناصر اللعبه عندنا مشكله الأساسية. يعني طبعا عندنا مشكله. دليل اللي بيحصل ده بعد الفار وفي اخطاء، طب لو من غير الفار ده بقى الاخطاء دي كلها مش هتظهر، فهيبقى احتجاجات ومشاكل وخناقات وهتبقى مشاكل اكتر. مظبوط. فهي دي ريديوس، هي دي بتقلل المشاكل شويه، لكن لازال دلاله على ان ضعف التحكيم عندنا ان رغم وجود الفار في اخطاء، رغم وجوده، امال هو من غير وجوده يعني لو هو مش موجود الاخطاء دي هتبقى اكتر. فدي التحكيم دي مشكله كبيره، وهي مش بس عنصر التحكيم كابتن، لابد الاحتراف الحقيقي يطبق داخل جمهوريه مصر العربيه وداخل الكره المصريه. احنا ما عندناش احتراف، وبقالنا دلوقتي يمكن اكتر من 20 30 سنه بالنادي، دخلنا الاحتراف اسما لكن لم يحترف. الحكم مش محترف عندنا، الحكم عشان يبقى محترف لابد ان انا يتفرغ عن شغله، ملوش دخل بالشغل بتاعه، ويتفرغ وبعدين عارف، وبديله راتب كويس واديله فلوس كويس اقدر احاسبه بعد كده، امرن الصبح اعمل له تمرينات تخصصيه كابتن عادل وانت كده عشان يخس شويه، عشان يخس ويعملوا الكلام ده كله. كل الكلام ده احنا ما عندناش عنصر المدرب، ما عندناش الاحتراف. ليه؟ المدرب بيتحط من هنا وبعد اسبوع، مش بعد اسبوعين، بعد ساعتين يروح حته تانية. بعد ساعتين في ساعات كده مفاجاه، ويشتغل خمس ست ساعات ويشتغل هنا، اكن مصر ما فيهاش مدربين. انا مش ضد المدربين، بس انا ضد عدم النظام في الاحتراف. فانت فتحتني الحكام ما فيش، والمدربين ما فيش احتراف، والحكام ما فيش احتراف، والاداره ما فيش احتراف، كل المنظومه غير محترفه. احنا بنجتهد، والوحيد يعني النادي الاهلي تعلم انه النادي الوحيد داخل جمهوريه مصر العربيه اللي هو عنده رخصه احتراف، الوحيد النادي الاهلي مكتمله،
يعني كل الشروط وكل حاجه وعندنا الرخصه الدوليه للنادي الاهلي ولسه الشركه كمان لا الشركه دي لسه يعني في عندنا في شركات يعني دي هتبقى شركه كره القدم وعندنا شركه قرار مجلس الاداره شركه الاهلي لكره القدم عندنا شركه استاد الاهلي وعندنا كمان شركه الاهلي للسياحه دي ثلاث شركات ان شاء الله في المستقبل يكونوا موجودين اذا انت لانك سباق لان الاهلي سباق فاذا لما بقول انا على الحتت دي كلها يبقى النادي الاهلي سباق في دي يبقى هو الاحتراف لكن انا بقول في مصر لا يوجد احتراف في اغتراف وانحراف لكن ما بقولش ان فيه احتراف لو اياميكم يعني ايام ما كنت بتلعب يا كابتن كنت يعني انت ممكن تتفك فلوسك تعمل فرقه لو بقيمه الفلوس اللي بتدفع دلوقتي بالملايين بملايين بنشوفها دلوقتي امكانيات اللعيبه دلوقتي انا مش ضد امكانيات اللعيبه بس مش هم دول ما الفلوس اللي بتدفع دي النهارده ده ما هو ده نوع من انواع عدم الاحتراف فين اللعيبه اللي احنا بنتفرج على الماتش النهارده اللي انت بتقيمها احنا اتفرجنا عليه مهندس فايز عربي بيتكلم وبيقول ومتضايق وكده فين اللعيبه فين يعني دي فين الكوره دي, دي 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 مشكله كبيره وان شاء الله يعني كمان حضراتكم من الناس اللي عندها تجارب كتيره جدا خلينا ان شاء الله باذن الله الملف ده احنا اصلا فاتحينه وناخد خبرات حضراتكم فيه ازاي نخش عالم الاحتراف الحقيقي وازاي يكون عندنا كوره قدم احترافيه بشكل كبير ازاي يكون عندنا دوري محترفين بشكل كبير كل دوت ان شاء الله يعني هنناقشه مع حضراتكم شرفتونا كابتن فتحي شرفتنا شكرا ونورتنا وكابتن عادل شرفتنا ونورتنا وكانت فعلا حلقه مميزه تشرفنا بوجودكم في قناه النادي الاهلي وفي بيتكم البيت الكبير شكرا ليكم كابتن شرفتونا نورتوا البيت الكبير بكره ان شاء الله ما فيش البيت الكبير في الاستوديو التحليلي عندنا ان شاء الله استوديو تحليلي من الساعه 7 وبعد بكره ان شاء الله نقابلكم في حلقه الويك اند تصبحوا على خير